الله لما ذكر البشر قال في كتابه العظيم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ولا يوجد إما نسب وإما صهر. ما النسب؟ أن يكون بينك وبين هذا الذي هو غيرك رحم تجمعه، رحم تجمعكم. فمن كان أبوك هو أبوك شئت ما بيت، ومن كان هذا ابنك هو ابنك شئت ما بيت، لا تستطيع أن تنفك عنه. ومن كان عمك فهو عمك، ومن كان خالك فهو خالك، لا تستطيع أن تنفك عنه ولا يستطيع هو أن ينفك عنك. هذا يسمى نسب. أما الصهر فهو أن تزوج أحدا أو تتزوج من أحد، فهذا يسمى صهر. لكن الصهر يختلف عن النسب في أنك تستطيع أن تقطع أواره. فلو أن رجلا تزوج من قوم فأصبح صهرا له، صهرا لهم، وأصبحوا أصهار له، لأن من الجهتين يقال صهر. لكنه لو قدر أنه طلق تلك المرأة فالصهر ماذا؟ انقطع الصهر، انقطع. لكن لو فرضنا أن رجلا تزوج ابنة عمه فهو يجمع بينه وبينها كم؟ اثنان، الصهر والنسب. فلو قدر أن الحياة بينهما لم تقم فطلقها، فما الذي انقطع؟ الصهر. لكن النسب بقي باق، هو أبوها عمه وهي ابنة عمه، وإن لم تكن زوجته، وإن طلقها، وإن لم تكن زوجته وإن طلقها. واضح؟